يسعد مساكم متابعين جوهرة. اليوم ان شاء الله راح نشوف منتج جميل هو قدر الضغط DLC. مثل ما عودتكم جوهرة تجيب لكم الاشياء اللي تختصر عليكم الوقت وتسرع العمل. قدر الضغط DCL يجي بهيكل مصنوع من الستانلس ستيل المقاوم للصدى. ايضا يجي قدر الضغط بغطاء مصنوع من الستانلس ستيل وبمسكة باللون الاسود عازلة للحرارة وبمقبضين عازلين للحرارة. ايضا يتميز بنظام فتح واغلاق سهل بيد واحدة فقط. ايضا يجي هذا القدر من الداخل بستاند مثل ما انتم شايفين لعمل المندي او الخضار بهذا الشكل، وايضا بوعاء داخلي سهل في التنظيف ومانع للالتصاق وسهل في الفصل. ايضا يجي بهذه الملحقات في الداخل عبارة عن ملعقة خشبية وايضا سلك كهربائي وملعقة بلاستيكية وكوب معياري. ايضا يجي قدر الضغط الكهربائي DLC بصمام لخروج البخار الزائد، يعمل بكهرباء 220-240 فولت وبقدرة 1300 واط. يجي القدر الكهربائي اللي انتو شايفينه بثمانية لتر، وايضا موجود في تطبيق جوهرة بمقاسات كثيرة. ايضا يجي هذا القدر بشاشة بهذا الشكل الجميل عليها زر لوقت الطبخ وبعض الطعام اللي ممكن اعداده مثل اللحم والدجاج والشوربة، ايضا الارز والعصيدة ورق العنب والحاشي. ايضا تجي بزر فيه ميزة تسخين الطعام. يتميز هذا القدر بمميزات جدا جميلة منها تقليل وقت الطبخ بنسبة كبيرة، ايضا مانع للالتصاق وسهل في التنظيف، ايضا مثل ما قلنا فيه ميزة تسخين الطعام. هذا القدر الجميل الان عليه عرض في تطبيق جوهر.